السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأعزاء المتابعين الصفحة. اليوم كنقدم لكم هذه الناموسية اللي هي جوج البلايص 1.60 متر على 2 متر، لطيت حتى البلافون كبيرة ما يمكنش تطلع معها الدروج. كنقسموها جوج، هي راه كوفر تستغل على الأتات، كتكون جوج صناعات 80 سنتيم 80 كيتلاقاو ملي كيطلعو الشومبر، لأن ميكلش ليها تطلع مع الدروج بهاد العبارة هدا القياس. هنا هدا هو المحل اللي كنخدمو فيه، اللي كيتواجد بحي الآفاق مراكش. مرحبا بأي واحد بغا أي موديل، كما كتشوفوا الواتساب هو قدامكم وحنا راه الاشاره. مرحبا بكم في اي وقت، مرحبا بكم.